انا خالد عبد الله، لا فوقك من خالد عبد الله. الفن التالت، فن التالت ده الرسم. لو ركز انا في الفنون القديمه، العشر فنون كان التالت ده الرسم. انا برسم على احنا المؤسسه كلها بترسم على شنط وتيشيرتات وهوديز. بنرسم ايه؟ بنرسم شخصيات الليله كبيره زي طرف الهوشاشي وشجاع سيما. تاني حاجة بنرسمها هي شخصيات غنائية زي فيروز، وممكن أعمل لهم كل هناك هتشوفوا بعد كده. في أم كلثوم وشيخ إمام وناس تانية كتير بس مش موجودين دلوقتي. وفي تالت كاتيجري عندنا اللي هو اللي هي صوفي درويش وكده دوت، سلطان غرام كده، سامح حمد صافية. تالت آخر حاجة لحاجات راندوم، يعني لما حد يجي يطلب حاجة مش موجودة بنعملها له، زي بينك فلويد، دريم كاتشر، مريض وشوشني الناس بتحبه، زرمي عن جهد، محمود عزيز فيلم كيت كات. ده تعريف عن انا بعمل ايه. اللي انا ده كله هاند ميد، ده كله انا لقيت عندي موهبه، او انا مش كده لان عندنا موهبه فطلعنا. مش عارف الموضوع ده الحمد لله لسنه ونص. كان اول حاجه بعتها كان 24/7/2013، وبعد كده عملت لانشنج للبيج 24/10/2013. حاجه ما طلعش خالص الحمد لله، ما حدش اشتكى، ما حدش اتكلم في التليفون وساب لي وبتاع. شغال اهو كويس الحمد لله، كل مدى بيفولو اكتر. كنت في الأول شغال خامات مش قد كده، كل مرة بضيف له أكتر. بس